قيمة الزبدة اللي راح نديرها اليوم ان شاء الله مع بعضنا، انا راح نديرها بذوق الموكا. يعني كما قاعدين تشوفوا، اول حاجة عندي 200 غرام سكر غلاس، عندي 200 غرام زبدة، يعني هذا وين جبتها من الثلاجة مازالت باردة، عندي ربع مغارف حليب، وعندي زوز اكياس تاع النسكافيه قهوة سريعة الذوبان. اول حاجة نحطوا الزبدة في وعاء، ونزيدو نضيفو السكر الناعم، طبعا ننخلوه يعني قبل ما نضيفوه. وبت نسكافيه تاعي في ربع ملعقة الحليب، ونبدأ نضيفهم تدريجيا للخليط باه نخففو. الكريمة تاعنا تاع الزبدة حاضرة، يعني صدقوني راح تعجبكم، ذوقها رائع رائع رائع. هنا نزيد لكم إضافة، يعني الحليب أنا زدت استعملت للأمانة زدت 2 حتى 3 ملاعق، زدت خففت بهم يعني الكريمة تاعي، وكل واحد يزيد على كما يحب يخففها يزيد الحليب.